أعزائي متابعي موقع وكالة أنباء البحرين، اليوم نرحب بكم ونغتنم فرصة تواجد الحقوقية البحرانية البارزة الأستاذ نبيل رجب في العاصمة السويسرية جنيف أثناء حضوره لاجتماعات الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان والمتواصلة هذه الأيام وحتى 23 من هذا الشهر. نغتنم هذه الفرصة لكي نلتقي به ونوجه له بعض الأسئلة، وخاصة بعد أن قام بالعديد من النشاطات ومنذ قدومه إلى أوروبا أو العاصمة البريطانية لندن تقريبا في العيد، في عيد الفطر المبارك الماضي، وهو اليوم ومنذ ذلك اليوم وحتى الآن لديه برنامج حافل بالعديد من النشاطات، زار العديد من الدول الأوروبية وخاصة الدنمارك وفنلندا والسويد والنرويج وكذلك الآن سويسرا، وأعتقد أيضا كان في ألمانيا، وهو أيضا في رحلة أخرى الآن يتوجه لنشاط آخر. نغتنم هذه الفرصة ونبدأ هذه المقابلة بالترحيب به. أهلا ومرحبا بك أستاذ نبيل. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا ومرحبا أستاذ نبيل. بداية، أنت يعني عدت لتوك من جولة أوروبية شملت الدول الإسكندنافية في شمال أوروبا، وكان موضوعها كما أعتقد الموضوع الرئيسي هو قضية اعتقال مريم الإخواجي، إضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وما تقوم به الحكومة البحرينية من أعمال يعني في داخل البلاد. هل لك أن تحدثنا عن هذه الجولة وماذا أثمرت، ومن هم المسؤولين الذين التقيت بهم؟ أنا لم أعد الآن، لازلت في أوروبا، وجولة بدأتها بتقريبا شهر الآن، بدأت في بريطانيا وثم أيرلندا والدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا والآن سويسرا، وإن شاء الله يوم غدا رايحين لبروكسل لقاء البرلمان الأوروبي وكذلك المؤسسات الأوروبية، ولإطلاعهم على ما يحصل في البحرين وفي كامل المنطقة، والتدارس معهم في كيفية الخروج من هذه الأزمة التي تعصف في البلاد، وكذلك في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين وكامل المنطقة. طبعا بدأنا بالدنمارك على اعتبار أن عبد الهادي الخواجة والأستاذة مريم الخواجة هم مواطنين دنماركيين، وهناك مسؤولية أخلاقية، مسؤولية قانونية على هذه الدولة أن تنظر ما يحصل لرعاياها، ومن ثم إلى النرويج وفنلندا والسويد والآن في سويسرا. والظاهر من خلال مستوى اللقاءات التي عقدناها أن هناك اهتمام كبير بموضوع البحرين واهتمام كبير بموضوع المنطقة، خصوصا ربما هاي الأول مرة نلتقي على صعيد الوزراء، كان سابقا نلتقي بموظفين في غالبية هذه المؤسسات وفي غالبية هذه الدول، وهي الحالة الطبيعية، ولكن عندما تلتقي بوزراء هذا يعني أن هذه الحكومة تهتم بالموضوع الذي تطرح. أي وزراء سابقا التقيت به؟ بمعنى وزير الدولة في النرويج ووزير الخارجية في الدنمارك. أنا حقيقة لم ألتقي وزير الخارجية، والتقيت بنائب وزير الخارجية، ولكن مكتبي في بروكسل، مكتب المركز البحريني لحقوق الإنسان، التقوا بوزير الخارجية على اعتبار أنا كنت متأخر، فقال لهم خلنا أرتقي بقى، أكون أنا مسافر ولن أستطيع أن تبني، فالتقى بمكتبي، وفيما بعد أنا التقيت بوكيل وزارة الخارجية وموظفين مسؤولين عن هذا الجانب. أكيد أن هناك اهتمام من قبل الدول الإسكندنافية لموضوع البحرين، ونحن نحاول أن نحرك جزء من أوروبا الذي كان خامدا في قضايا حقوق الإنسان، والذي هو أقل تأثرا بالضغوط الاقتصادية الخليجية، ونعتقد الأيام القادمة ومن الآن بدأنا نرى نتائج هذه اللقاءات في مجلس حقوق الإنسان ومواقف هذه الدول، أو من خلال التصريحات والبيانات التي أصدرتها هذه الدول في موضوع حقوق الإنسان والمتابعات التي تحصل الآن. الأكيد أنني أعتقد أن في الفترة الأشهر القادمة سيكون لهذه الدول دور أكبر في موضوع حقوق الإنسان في البحر. هل لمستم تجاوب يعني من خلال هذه اللقاءات التي حصلت الخاصة معهم؟ هناك تجاوب كبير في غالبية الدول، ربما ما عدا، أكون صريحا معك، ما عدا السويد، ربما يعني كان التقينا بمسؤولين في وزارة الخارجية، ولكن التجاوب ليس كبقية الدول الإسكندنافية، وهذا ربما يرجع إلى أن هناك عقود أسلحة بين السويد وبين بعض الدول الخليجية، وهم يخشون أن تتأثر هذه العقود وهذه المصالح الاقتصادية، ولكن حتى في السويد نحن سوف نعمل مع المؤسسات الشعبية والبرلمانية الآن، وسوف نخلق هذا الحراك.
في السويس وسوف نغير. انا على اطمئنان نعم. سوف نغير. أنا الأرضية أستاذ نبيل مهيئة أيضا بالسويد، لأن يعني الحزب الحاكم الآن هو خسر الانتخابات حزب المحافظين، والآن اللي جاي حزب اشتراكي يعني بالأيام القادمة من حكومة اشتراكية. ربما يعني هذا صار لجانب سلبي آخر، وهو إحنا لما رحنا كان في موعد انتخابات ما انتخابات ومشغول الأحزاب بهذه الانتخابات، فلم تعطى يعني هذه الزيارة حقها، خصوصا إن كان لنا يعني يوم واحد في السويد. ولكن لا، أنا كل أمل وأعتقد سوف يتغير موقف هذه الدول، وسوف نعمل أن نغير كل موقف أوروبا. الآن هو الاستراتيجية كذلك أن نغير كل الموقف الأوروبي في ملفات حقوق الإنسان، ونحن قادرين على ذلك. الآن هناك ليست مؤسسة مركز البحرين لحقوق الإنسان، هناك مؤسسات نعمل على جميع الأصعدة، توعية المجتمع الدولي وتمكين الشعوب بثقافة حقوق الإنسان. نحرج ونفضح هذه الحكومات التي تتعاون وتتورط وتتآمر مع الأنظمة التي تقمع شعوبها، ونحرج هذه الحكومات أمام شعوبها. نستخدم البرلمانات، هناك مكتب موجود لدينا الآن في الدنمارك، هناك مكتب موجود لدينا بيرد في بريطانيا، وهناك مكتب لنا في الولايات المتحدة. أنا أتحدث عن الحراك الحقوقي والمؤسسات الحقوقية، ليس بالضرورة التي أنا أكون رئيسها وعامل فيها، ولكن هناك حراك حقوقي، وإحنا سوف نؤسس مزيد من المؤسسات في أوروبا. وأنا أعتقد وعلى ثقة أن العمل الحقوقي سوف ينتقل نقلة نوعية كبيرة خلال عام من اليوم، ونحن نعمل في أكثر من دولة أوروبية، ورح نعمل على تشكيل ضغط قوي في ملف حقوق الإنسان. وأنا جدا يعني متفائل، نحن كسبنا المعركة الحقوقية على الصعيد الدولي. الآن البحرين يعني من الدول المنبوذة في ملف حقوق الإنسان، من الدول التي لديها سجل أسود، بمعنى أنك لا تحتاج إلى الكثير لتشرح الوضع في البحرين. أصبح الوضع في البحرين مفضوح أمام العالم، هذه الدولة ذات سجل أسود في موضوع حقوق الإنسان. أستاذ نبيل، الآن أنتم متواجدين في جنيف وشاركتوا في اجتماعات الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان، يعني ما هي أهم النشاطات أو اللقاءات التي قمتم يعني بها؟ كما راقبتها ربما وتابعتها من اللحظات الأولى اللي طبعا أنا فريق، يجب أن أشير إلى أنني لست لوحدي، وليس المركز البحريني لحقوق الإنسان لوحده، وإنما نحن فريق من الحقوقيين مثل كل المنظمات الحقوقية الموجودة في الداخل وفي الخارج. وكل هذه اللقاءات يعمل عليها ماكينة من الناس التي تنظم هذه اللقاءات وترتب لهذه اللقاءات، ولا أنا لوحدي حقيقة ما أقدر أسوي حتى 5% من ما يعني في يوم واحد من جري 10-15 لقاء مع مسؤولين مع نواب مع هذا، لأن هناك ماكينة من الناس الذين يعملون ليلا ونهارا في بريطانيا وفي الولايات المتحدة وفي أوروبا وفي البحرين وفي الدنمارك، ومكاتب متعددة. الحمد لله أننا حرقة اليوم ننسق مع بعضنا بعض المؤسسات الحقوقية في جنيف. الآن كما شاهدت تأثير اللقاءات التي أجريناها في الدول الإسكندنافية، أشاروا إلى البحرين في كثير من الخطابات، ونحن كذلك يعني أبرزنا موضوع حقوق الإنسان في المملكة السعودية، وقمنا بجلب بعض النشطاء من المملكة العربية السعودية، وعلى اعتبار أن الموضوع السعودي وموضوع البحريني شبه متكامل، كل هذه الشعوب تتعرض إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، إلى قمع، إلى ولا عملية قهر، وعلينا مسؤولية أخلاقية تجاه هذه الشعوب أن نمكنها بموضوع حقوق الإنسان وبثقافة حقوق الإنسان وبتأثير حقوق الإنسان. كما شاهدت المكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وتحدث عن مريم، وكذلك الكثير من الدول تحدثت عن مريم، هذا يبين قوة وتأثير النشاط الحقوقي البحريني الذي يعني يعد اليوم في جنيف من أقوى الأنشطة لكل مؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي. هناك مجتمع واعي في البحرين، هناك مجتمع نشط في موضوع حقوق الإنسان، في موضوع الإعلام الاجتماعي، وصرنا اليوم الحمد لله أن الوضع في البحرين الحقوقي متقدم أفضل من أي دولة عربية أخرى، وهناك تواجد لنا في مجلس حقوق الإنسان وفي كل الآليات الحقوقية أكثر من أي دولة عربية أخرى، وهذا نتيجة الوعي الموجود، نتيجة المؤسسات الجادة ذات المصداقية
الموجودة في البحرين. أستاذ نبيل، على ذكر المفوض السامي ومكتب المفوضية، يعني كان هنالك قلق للبحرانيين أو للحقوقيين لنقل بعد تسلم الأمير زيد بن رعد لمهمة المفوض السامي جديد خلفا لنا في بلاي التي كانت معروفة بتعاطفها مع يعني الوضع في البحرين وانتهاكات التي تحصل في البحرين، يعني كيف تقيمون الآن فقط هو مضى عليه أسبوع تقريبا من تسلمه لمهامه ومع إطلاق سراح الخواجة، كيف تقيمون المفوض السامي الجديد؟ يعني من المبكر تقييم شخص بعد أسبوع من وصوله إلى مكتب، يعني ولكن الانطباع الموجود من خلال المكتب ومن خلال الموظفين عنه انطباع جيد، ولحد الآن الخطابات والمناشدات التي يعني أطلقها كلها إيجابية. صح أن هناك تخوفات على اعتبار أنه قريب من أسرة حاكمة أو من الأسرة الحاكمة، وهناك المنطقة كلها تحكم من قبل أسرة حاكمة وهي أكثر الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، ولكن ليس بالضرورة أن يكون يحمل نفس العقلية، خصوصا أنه الآن يعني يمثل مكتب الأمم المتحدة وهناك معايير، هناك قوانين، هناك مسؤولين، هناك موظفين يجب أن يلتزم بكل هذه الأمور. وأنا أعتقد أن ما دام رشح إلى هذا المنصب وأنه أهلا إلى هذا المنصب، وكل ما سمعت عنه لحد الآن كلها أمور إيجابية. بالمناسبة هو سويدي، يعني جنسية سويدية وزوجته سويدية. سمعت سويدي. نعم سويدي، هو حتى تحدث قال أنا زوجتي كانت سويدية في الكلمة اللي ألقاها بلقاء منظمات المجتمع المدني. يعني ننتقل الآن إلى مشاريعكم المستقبلية أو إلى جولتكم القادمة، تبدو لديكم جولة إلى بروكسل. يعني بكرة أنا الآن 7 دول يمكن هنا، وبكرة بروح بروكسل الاتحاد الأوروبي، هناك مؤتمر صحفي، هناك لقاءات مع برلمانيين، هناك لقاءات مع حكومات، هناك الكثير من الأنشطة سوف نقوم فيها أنا والأخ حسين عبد الله من أمريكيون من أجل الديمقراطية في البحرين، وكذلك السيد أحمد الوداعي من منظمة بير. هناك نشاط مكثف مع شركائنا الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وسيفيكوس والكثير من المنظمات الدولية، هناك نشاط مكثف وسوف ترون إن شاء الله نتائج هذه. أنا جدا متفائل اليوم، يعني الحمد لله بعد خروجي من السجن شاهدت أن هناك عمل حقوقي نامي في البحرين، والآن نحن ننظم مع الأخوة العاملين معنا في هذه العمل الحقوقي، وسوف يعني أنا أريد أقول سوف يقفز قفزة نوعية إن شاء الله بإنشاء أكثر من بؤرة وأكثر من مكتب في كثير من الدول. أستاذ نبيل، أنت على ذكر منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، كيف تقيم عمل هذه المنظمة، يعني خصوصا في هذه الدورة 27 من حقوق الإنسان؟ يعني أمريكيون من أجل حقوق الإنسان في البحرين ربما هي أكثر منظمة قدمت شكاوى إلى آليات الأمم المتحدة وإلى المقررين الخاصين، أكثر ربما 90% من الشكاوى التي قدمت إلى مقررين خاصين معنيين بحقوق الإنسان، وكذلك اللجان هي من قبل الأمريكيون من أجل الديمقراطية، هي من أكثر المنظمات الفاعلة على الصعيد الدولي في معاليات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، ونحن الآن في اتفاق شراكة معهم. يعني ممكن أنتم تستفيدون من صفة الاستشارية اللي منحتها؟ نحن نستفيد من صفة الاستشارية وهم يستفيدون من علاقاتنا الدولية ومن وجودنا الدولي، ونحن كلنا نعمل الآن كمؤسسة واحدة تقريبا، يعني ما عدا في بعض الأمور التي ربما تسبب بعض الإشكاليات تم تأجيلها، والغالبية عملنا هو مشترك بين كل هذه المؤسسات، يعني هم جزء منا ونحن جزء من هذه المؤسسة. أستاذ نبيل، ننتقل إلى الداخل البحريني وبالخصوص الأستاذ عبد الهادي الخواجة وإضرابه عن الطعام، يعني أنت كيف تنظر لإضراب الأستاذ عبد الهادي في هذه الظروف؟ والله أولاً يعني عبد الهادي الخواجة هو أستاذي وهو حبيبي وهو صديقي، يعني هو مدرسي. نعم. وأنا شخصياً أخشى على حياته. نعم. ولا أقبل ولا أريد أن يحصل إليه أي مكروه. ولكن للأسف الشديد في ظل هذه الازدواجية معايير الدول الغربية والعالم الغربي والإعلام وأهمال كل العالم، كان لابد من حركة نوعية لاستقطاب الأنظار وجلبها مرة أخرى لموضوع البحرين، وربما الأستاذ هذا الخواجة ارتأى أن هذه الطريقة
هي الأفضل طريقة لتسليط الضوء على ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان لأبناء شعبه، ونحن نحترم قراره، وأتمنى أن لا يحصل له مكروه يعني. ونحن الآن أنا في موجود في أوروبا بسبب عبد الهادي على بشكل رئيسي، وبسبب اعتقال مريم، وإن شاء الله يعني سوف لن نترك دقيقة إلا نحن نحاول أن نخرجه مع كل المعتقلين السياسيين داخل السجون. أستاذ نبيل، أنتقل إلى يعني جانب سياسي. ربما الآن هنالك دعوات لمقاطعة الانتخابات، وهنالك تحرك أيضا من النظام مخصصا من ولي العهد لجمع تواقيع من بعض ما يسمى بالوجهاء والتجار في البحرين للمشاركة في الانتخابات. يعني كيف تنظر أنت، كيف تقيم هذه التحركات؟ و يعني لا يوجد مشروع جدي، يعني مشروع ولي العهد لا يمكن تسميته أنه مشروع جدي، ولكن نحن مع الخروج من الأزمة، مع إيجاد حلول سياسية، وليست لدينا وجهة نظر واحدة في موضوع الانتخابات. ربما يختلفون أعضاء مركز البحرين عن مسان في هذا، ولا نناقش عادة ولا نتخذ مواقف في المشاركة. نحن مع المؤسسات السياسية ما تتخذ المواقف، نحن سنساند الجمعيات والحركات السياسية جمعاء فيما تتخذهم القرار. إن قررت تشارك نحن معها، وإن قررت لم تشارك نحن معها. هذه الأمور السياسية نحن نتركها للسياسيين. أما موضوع مشروع سياسي نحن معها، لكن لا يوجد مشروع. لهذا السبب نحن نقول استمرار في عملية النضال، استمرار في عملية الثورة، الرهان هو على الشارع، على إرادة الناس، على استمرار الناس. نحن لا نراهن على النظام أن يبادر، النظام سوف لن يبادر، ولا توجد سوابق أن بادر هذا النظام بأي حلول سياسية. رهاننا على الشعب، ما دام الشعب صامدا نحن منتصرون. نعم. أستاذ نبيل، هنالك من يقول بأن إسقاط النظام أسهل من إصلاحه، ويدعي هذا البعض، يقول لأنه إصلاح النظام يحتاج إلى إرادة من النظام، والنظام ليس لديه إرادة للإصلاح نهائيا، بينما الإصلاح يقتضي إرادة الشعب، وهنالك إرادة لإسقاط النظام. ما رأيك بلا؟ يعني لا تورطني في أسئلة أنا لا أريد أن أتحدث فيها. يعني إسقاط النظام أو إبقاء النظام وإصلاح، أنا معنيين بالمعايير أكثر ما معنيين بشكل بالجانب الشكلي منه. أنا معنيين بالمعايير، أن حقوق الإنسان يجب أن تحترم، التعذيب يجب أن يتوقف، التمييز ضد أبناء الشيعة يجب أن يتوقف، القضاء يجب أن يكون مستقل، السلطات يجب أن تكون مستقلة، سلطة قضائية مستقلة بعيدا عن السلطة التنفيذية وبعيدا عن السلطة التشريعية، عدم هيمنة الأسرة الحاكمة على كل مؤسسات الدولة، نظام بوليسي يحترم حقوق الإنسان ويحترم يعني معايير حقوق الإنسان. هذه الأمور يعني، وأنا لا أريد أدخل في قضية قلب النظام. أستاذ نبيل، أنتم بدأتم يعني مع الأستاذ عبد الهادي الخواجة من التسعينات في يعني العمل الحقوقي، أنتم لديكم سابقة في العمل الحقوقي، حتى بعد كنتم في الهند رجعتم إلى يعني هاي مسيرة العمل الحقوقي اللي مضى عليها الآن أكثر من عقدين من الزمان. يعني كيف تقيمون هذه المسيرة اليوم، وكيف يعني ترونها؟ موجود اليوم في جنيف، وشفت أمس ما حصل في جنيف، وشفت ما حصل في أوروبا، واستطيع أن أقول أنك أقدر على تقييم هذه المرحلة من الناس. اليوم عندنا نشاط حقوقي، ليس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الشعب البحريني والنشاط في البحرين من أكثر الأنشطة الحقوقية في المنطقة، والوعي من أكثر الوعي الحقوقي الموجود في المنطقة. هناك تيار، هناك حراك، وهناك حركات حقوقية. الحمد لله اليوم العمل الحقوقي بخير وفي تقدم، بل نحن بؤرة تتعلمها شعوب المنطقة. نحن الآن ليس احنا نخطو خطوة ثانية، نحن الآن نعمل على تمكين شعوب المنطقة بالمسار الحقوقي، بالوعي الحقوقي، بالثقافة الحقوقية، بالنشاط الحقوقي. نحن الحمد لله تقدمنا كثير، وليس فقط الحديث والكتاب، ولكن العمل الحقوقي حتى في حياتنا اليومية نتعامل به. يعني هناك تطور الحمد لله العمل الحقوقي بشكل كبير. أستاذ نبيل، أنت لديك يعني دائما مقولة أو يعني نصيحة أو رؤية أنه يجب التواصل خصوصا مع بريطانيا أو مع الدول الغربية بالنسبة للمعارضة الموجودة بالخارج، أو حتى بالنسبة للحقوقيين، من أجل إيجاد حل الأزمة؟ يعني لابد من تشكيل لوبيات ضغط سواء في بريطانيا، في أوروبا، أو حتى في أمريكا. كيف ترى الحراك في هذا الجانب؟
خصوص خاصة على بريطانيا اللي يعتقد أن بيدها مفاتيح الحل يعني بحكم علاقتها الوثيقة. أنا دائما أقول المشكلة فينا وليس في الناس، المشكلة فينا أن إحنا ما قدرنا نغير فيه. إذا هناك مشكلة في بريطانيا، مشكلة في البحرينيين اللي موجودين في بريطانيا اللي ما غيروا هذا الموقف، المشكلة في طريقة عمل اللي في بريطانيا، وإذا كانت مشكلة في فرنسا أو في الولايات المتحدة كذلك سوف أقول. نعم نعم، موقف البريطاني موقف سيء، ولكن يتحمل جزء من مسؤولية الناس الذين موجودين في بريطانيا الذين لم يعرفوا أن يتعاملوا مع هذا النظام على مدى السنوات الطويلة. ولكن الآن الحمد لله خلنا ننظر للجانب الإيجابي منه. 66 نائب برلماني وقعوا على عريضة ينتقدون حكومة البحرين، وهذا لأول مرة في التاريخ البريطاني البحريني، وهذا يبين أننا بدأنا الآن عمل على المستوى الشعبي والمستوى البحريني والمستوى البرلماني، وهذا العمل يتقدم، وكذلك سوف نفعل في كل الدول الأوروبية. راح نغير الموقف البريطاني كما غيرنا الموقف الأمريكي ولو بشكل ضئيل جدا على ذكر عن طريق الكونغرس الأمريكي، عن طريق أعضاء الكونغرس. الآن سوف نعمل مع بريطانيا، سوف نعمل في كل الدول الأوروبية. ما هو التباين بين الموقف الأمريكي والأوروبي أو الموقف الأمريكي والبريطاني؟ يعني كيف تنظر للموقف؟ يبدو أن البحرين كانت حاضنتها الولايات المتحدة على ما عام 50 عام الماضي، حاضنة سياسية والحاضنة العسكرية. في آخر 4-5 سنوات سلمت البحرين إلى بريطانيا. بريطانيا هي التي تدير الملف في البحرين الآن يعني، وليست أمريكا. بريطانيا هي اللاعب الرئيسي في البحرين وليست الولايات المتحدة. وعلى هذا الاعتبار يجب أن نعمل على تغيير هذه السياسة. سياسة مكلفة، سياسة النفاقية، سياسة مزدوجة للولايات المتحدة وكذلك لبريطانيا، كلفت شعوبهم كثير، مصالحهم هذه مصالحهم ملطخة بدماء أبنائنا، ولكن أبناء هذه الشعوب لا يعلمون. نحن علينا فضح هذه الازدواجية وهذا النفاق. مجتمعاتهم مجتمعات طيبة وتحترم حقوق الإنسان ولا تريد أن تأخذ فلوس ملطخة بالدماء. نحن علينا أن توحية هذه الشعوب. الآن نعمل مع الشعوب يتأثر على البرلمانات والبرلمانات تؤثر على الحكومة، وهذا سوف نعمل به بشكل متزايد في الأسابيع والأشهر القادمة. أنا حدثت أزمة بين البحرين وأمريكا على ذكر قضية مالينوفسكي وتم إبعاده من البحرين، صدر قرار، وكذلك عضو ماكي برين عضو الكونغرس الأمريكي رفضوا زيارته إلى يعني كيف تفسر هاي المواقف البحرينية؟ وأنت تفضلت وقلت إنه هي أمريكا الحامية للنظام البحريني. لم أقل إلى حد الآن الولايات المتحدة تقدم موقفها من موضوع حقوق الإنسان والمنطقة، يعني الخطاب قليلا تغير في 5 سنوات الأخيرة وبدأت تقر بأن للشعوب حقوق وحق تقرير المصير، الشعوب اختارها، صارت تتحدث. نعم هم عسكريا مع النظام الحاكم، نعم العلاقة الأمريكية البحرينية يحددها الدفاع ولا تحددها الخارجية كما هو دارج في كل دول العالم، ولكن الآن تسمع أصوات داخل الولايات المتحدة تتحدث عن نعم يجب أن تكون هناك نوع من الحقوق لها تعطى لهذه الشعوب، نوع من الديمقراطية، المشاركة الشعبية لهذه الشعوب. لا يجوز أن حلفائنا في الخليج أن يظلوا هكذا دول قمعيا، أصبحت العلاقة مع دول الخليج بالنسبة لهم عبء. صحيح أن هناك مصالح يستفيدوا منها، ولكن عبء على سمعتهم على صورتهم أمام العالم. لذلك هم يحاولون أن يساعدوا أصدقائهم، يساعدوا البحرين، ليس لأجلي أنا ولا لأجلك أنت، بل لأجلي يعني تقليل الأضرار على سمعتهم في الخارج. يحاولون أن يساعدوا البحرين، لا يفرضون عليه، يحاولون يساعدون نتحاور. الآن البحرين حتى هذا النوع من النصيحة من أصدقائهم ما يسمع، وهذا يؤكد ما نقوله أن البحرين لا تحترم أحد، لا تحترم مجتمع دولي، لا تحترم معايير دولي، لا تحترم يعني. ولكن هذا يعني هذا هو المسار، وإحنا سائرين فيه نعمل على تغيير سياسات الأنظمة الغربية تجاه دول الخليج. يجب أن يكون حقوق الإنسان مادة رئيسية في علاقاتهم، وإلا سوف يكون هدف لنا. نحن سوف نفضحهم أمام شعوبهم وأمام مؤسساتهم وأمام المؤسسات الدولية. كل الدول الأوروبية لديها معايير حقوق الإنسان، حتى في تعامل البزنس التجاري مع البحرين أو مع دول الخليج يجب أن معايير حقوق الإنسان تحترم. ولهذا السبب نحن سوف نلاحظ ولاحقنا شيء نتحدث فيه وشيء لا نتحدث، سوف نلاحق كل من ينتهك حقوق الإنسان، حتى تلك المؤسسات التجارية التي لم تراعي هذا الموضوع سوف نلاحق،
وسوف نعلن عن كل هذه الأمور أو ستعلن عن نفسي هذه الأمور في وقتها إن شاء الله. على ذكر الملاحقة، يعني في باريس في شارك ناصر بن حمد وهنالك اتهامات له بالتعذيب، وهناك قضية عليه الآن تنظر فيها المحاكم البريطانية، يعني أعتقد في شهر أكتوبر سوف تنظر في الدعوة التي أقيمت إذا كانت هنالك إمكانية ويتمتع بحصانة وللنظر في هذه القضية. وكذلك بالنسبة لقضية ناصر في عند زيارته لفرنسا، يعني هل ممكن هذا العمل الحقوقي والضغوطات الحقوقية تتطور ونشهد في يوم من الأيام اعتقال أحد هؤلاء المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان؟ شوف، موضوع الشيخ ناصر يعني صار أنا في السجن، أنا لم أكن يعني منخرطا في هذه الشكوى، لا على الصعيد الفردي ولا على الصعيد المؤسسات يعني كمركز البحرين لحقوق الإنسان. وأنا أعلم أن هناك سوف يصدر قرار من قبل المحكمة في هذه الإطار، لذلك أنا سوف لن أتحدث عن تفاصيل القضية وأتركها لأصحاب القضية، ولكن أتحدث عن القضية بعناوينها الرئيسية. نحن الآن نطوق على منتهكي حقوق الإنسان يوما ورا يوم، هناك قوانين جديدة ومؤسسات قضائية جديدة تعطينا قدرة على ملاحقة. الجانب القانوني، الجانب التشريعي، الجانب القانون الدولي يمشي في صالحنا، يعطينا القدرة يوم ورا يوم أكثر أن نلاحق الناس الذين انتهكوا حقوق الإنسان. وهذا يؤدي إلى أن أقول من يعذب ومن يقتل أبنائنا سنلاحقه في الخارج. يوم ما اليوم ما صار بكرة يصير، كل واحد ينتهك حقوق ويقتل ويسفك دماء أبنائنا سوف لن نتركه، سوف نلاحقه أينما يذهب. وكما يسجنون أبنائنا في الداخل سنسجنهم في البحرين بحيث لا يخرجون من البحرين، حتى أن تأتي ولاية قضائية جديدة نستطيع أن نلاحقهم حتى في البحرين. الآن لا توجد مؤسسات قضائية مستقلة في البحرين، مؤسس مهيمن عليه الأصول الحاكم، والآن كل الأحكام التي تصدر واضح أنها ليست لها علاقة بالنزاهة وليست لها علاقة بالاستقلالية. قضايا وأحكام تصدر وكأنها تصدر من الديوان الملكي أو الديوان الأميري أو من الأسرة الحاكمة للأسف الشديد. ولكن نحن لا نعتمد على القضاء الوحيد، سوف نعتمد على القضاء الدولي، وسوف نلاحق وسوف نطالب العالم أن يلاحق معنا هؤلاء الناس. كل واحد ينتهك حقوق الإنسان يجب أن لا يفلت عن العقاب، كل واحد ينتهك حقوق الإنسان يجب أن يعلم أن هناك تكلفة، وهذه التكلفة ستكون باهظة على سمعته وعلى وجوده وعلى أسرته وعلى كل شيء. يجب أن نتأكد أن من ينتهك حقوق الإنسان يدفع التكلفة. لو كل من انتهك حقوق الإنسان دفعناها التكلفة لقلت الانتهاكات اليوم موجودة، لذلك سوف نلاحق هؤلاء الناس، سوف لن نتركهم في مأمن عن أو من العدالة الدولية. أستاذ نبيل، السلطات أطلقت سراح مريم الأخواجة قبل يومين، يعني كيف تنظرون لهذه الخطوة ومستقبل، يعني كيف استقبل؟ طبعا أنا رحبت بالخطوة وهو الشيء الصحيح، كان يجب إطلاق سراحها، كان يجب عدم اعتقالها من الأساس، يجب أن يسمح لنا بزيارة والدها وهو حق من حقوقها وهي مواطنة بحرينية. للأسف الشديد مواطنة بحرينية تمنع في الوقت الذي النظام يجلب فيه مرتزقة من كل دول العالم ويقوم بتجنيسها، هذا بحد ذاته هي مشكلة، يعني هذا أحد المشاكل الرئيسية الآن. لا، ولكن إطلاق سراحها لا يعني شيء ما دامت القضية سائرة، ما دامت المحاكم مسلطة على رقاب النشطاء حقوق الإنسان. أنا سجنت 15 يوم عندما قبض علي في المطار في 2012 وأطلق سراحة، ولكن فيما بعد حكمت ب3 سنوات، فيجب عدم المبالغة بالتفاول في هذا الجانب ما دامت القضية سائرة وما دامت هي ممنوعة من السفر. هناك متابعة على كل جميع الأصعدة، وأنا حقيقة مريم يعني واحدة بنت معروفة يعني على الصغر سنها، ولكن معروفة ومحبوبة دوليا وعن المنظمات الدولية، وكانت لها لقاءات وعلاقات مع الكثير من المنظمات الحقوقية، وهي بنت لها علاقات طيبة يعني، وموضوعها سوق نفسه بشكل كبير، ولكن لم يكن يحتاج الكثير إلى عمل، العالم كله واقف عن مريم.
أستاذ نبيل، سؤال أخير. يعني تدور تكهنات وتساؤلات عند العديد من البحرانيين، بل وحتى يعني من ليس من غير البحرانيين، أنه هل نبيل سيعود أو أنه سوف يبقى بالخارج؟ كيف يعني ترد على ذلك؟ يعني أنا من أول يوم قبل دخول السجن قلت أنا قررت أن واصل عملي من داخل البحرين، وأنا أريد أن أموت في بلدي وأدفن في بلدي وأواصل عمل حقوقي في بلدي. الآن شاءت الظروف أن أبقى شهر وأكثر في الخارج، ولكن هذا سوف ينتهي قريبا إن شاء الله، يعني خلال أسبوع أو أسبوعين على أكثر حال أرجع البحرين وواصل عمل النضالي من داخل البحرين، مع كل احترام للموجودين في الخارج ضرورة وجودهم في الخارج، ولكن أنا سوف أرجع اللي أواصل نضالي في الشارع البحريني وأتظاهر مع الناس وأنزل معهم في الشارع وواصل عملية. يعني ما هي مشاريعك المستقبلية في البحرين؟ هل تستمر في ذات هذا العمل اللي كنت تمارسه؟ نحن في يعني مرحلة نضالية، مرحلة ثورية، ونستمر حتى نحقق مطالب هذا الشعب المقهور. نحن نريد تحقيق العدالة، لا نريد شيء، لا نريد نظام حق ولا نريد مؤسسة حكم ولا نريد نقلب هذا أو ذاك. نحن نريد أن يتم تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، أن يمارس انتهاكات أو تمارس تهميش أو تمييز أو تعديل، هذا عملنا غير مقبول، وسوف نناضل مع القوى السياسية الموجودة لوقف هذا. في ختام هذه المقابلة بس أحب أن أذاع عندك رسالة توجهها لكل الحقوقيين. يجب يعني رسالتي للحقوقيين، أنا سعيد وأخوال وأخوات حقوقي قاموا بعمل جبار. دائما أقول للأسف أن نبيل رجب هو الوحيد المشهور فيهم، ولكن نبيل رجب ما هو إلا هو يتحدث باسم كل الحقوقيين اللي هم العمل اللي سووه أكثر بكثير من ما قام فيه نبيل رجب. ولكن للأسف الشديد وللظروف الأمنية ما نستطيع أن نقول منهم لهؤلاء الحقوقيين الذين في غالبيتهم يعملون من وراء الستار، ولكن عملهم جبار، وأنا جدا فخور بهم، جدا فخور بهم والله، وأنا أقبل أياديهم ورؤوسهم على هذا العمل الجبار. وكذلك أطلب منهم أن يواصلوا التعاون، يمكنوا بعضهم بعض، يمكنوا الشعوب، يمكنوا شعوب المنطقة بهذه الثقافة وهذا العمل الحقوقي. كما رسالتي للأخوة في الشارع أن يواصلوا مع موضوع النضال، يواصلوا الثورة. النظام يعمل على إسكات صوتنا من خلال دب اليأس في نفوسنا. أصحاب القضية لا ييأسوا، أصحاب القضية العادلة لا يتراجعوا، أصحاب الحق لا يحبطوا. يجب أن نستمر في هذه الثورة، قدمنا وسوف نقدم، ونحن قادرين ومستعدين أن نقدم مزيد من التضحيات، ولكن لا تراجع، لا تراجع. يجب أن يعلم النظام، وأكرر ذلك دائما، 14 فبراير 2011 خرجنا، ومن ذلك الخروج نحن لازلنا في الخارج، وسوف لن نعود إلى بيوتنا حتى أن نحقق مطالب شعبنا. أعزائي المشاهدين، في ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وشكرا جزيلا لكم على حسن متابعتكم.